مين فيكم ليه في البلياردو؟ ان انا معاهم فلوس عايزيني يعني شغاله لهم وكده. انا اسف. امال كامل قلوبنا فين؟ اكيد هيظهروا زي ما انا رايح اجيبها من بيت عمها. يا صباح ايه الهو ده؟ تعالى يا عمر. كاميرات عامله شغل اهو. صباح الفل. يا اهلا يا اهلا. تعرف انك بقيت وحشني جدا؟ ما تشوفيش وحش. لا بجد انا نفسي مستغربه. بذمتك مش حاجه غريبه؟ ما غريبه الا الشيطان ولا ايه؟ تأمرينا بشيطانه؟ جهزي الملفات تبع الناس اللي بدها تترحل، محتاجينها في قسم الهجره. انت لسه واقف؟ اقعد. مريم. نعم. طبعتي لي نسخه من العقود اللي طلبتها منك الصباح؟ ثواني وبيكونوا عندك. شكرا. ها ايه الاخبار؟ اخبار مين؟ اخبار الدنيا. شايف ملفات خارجه وعقود جايه. العقود شفتي؟ شكرا مريم. العقود دي عشانك. انت نسيت الكاميرات اللي حوردها لشركتكم في مصر؟ ايه ده؟ معقوله بالسرعه دي؟ بالسرعه دي؟ امضي طرف تاني. ربنا يجعلها فتحة خير وقدم السعادة عليك وعلى اللي يتشدد لك كمان. أحلى حاجة في المصريين الدعاء بتاعهم. هو في أحلى من الدعاء؟ على رأي المثل اللي أمه بتدعي له أحسن من اللي أمه بتدي له. صح، فيها وجهة نظر. بقى يا سيدي تبلغ اللواء جلال إن الشحنة الأولى من الكاميرات هتوصل خلال 21 يوم من بعد وصول التحويل. على بركة الله. والكوميشن بتاعك محفوظة زي ما اتفقنا. أنا مش عارف أقول لك إيه. ما تقولش. اعمل. اعمل؟ اعمل ايه يا عدم مؤاخذة؟ نتعشى انا وانت الليلة. للأسف بس عندي عزومة مش هعرف ألغيها النهاردة. ميعاد غرامي شكله. لا، لو ميعاد غرامي كنت زحلقته، دي سبوبة. هتقابل حسن؟ لا لا، أنت ليه مخك راح لبعيد؟ حسن مين؟ سبوبة يعني لقمة عيش كده حلوة على السريع. طب كويس، أنا مبسوطة إنك ابتديت تلاقي نفسك، بس خد بالك دايما من الاتفاقات اللي هتعملها مع الناس هنا. قول يا رب. أوام كده؟ ما أنا مش عايز أعطلك. صباحك فل. صباحك ورد. بسيطة. انت هتفضلي مش هتفضلي معاكي كده في الأوضة؟ هي الأوضة كلها قد إيه؟ وبعدين هتفضلي ظلموني بقى لحد إمتى يا شيخ؟ أنا مالي؟ هي اللي نطت وخدتني في حضنها. طب خدتي بالك من إيديا كانت جنب إزاي؟ فكيها بقى، دي لو عقدة بشرتك كانت فكت. عقدة بشو؟ لا هي بشي مش بشو، شنيطة. وما تسألنيش معناها إيه، إحنا بنقولها كده. لحد امتى راح بالك عم تحرق لي دمي؟ ما عادش اللي يحرق دمك، بس يعني بنشيل بعض. يا شيخة ربنا بيسامح العبد لما يعمل حاجة مجبر عليها. يا الله على ردودك السريعة، عندك جواب على كل شيء يا عمر. لا ولسه، لما تعرف إن أنا عايز أعدي عليكي بالليل أقول لك كلمتين. أنا بالليل غير النهار خالص. شوفني فين؟ خلاص بقى أنا عرفت النظام. هكلمك تنزلي لي عشان إخواتك ما يصحوش ويشوفوني. عمر والنبي يا شيخ لا توافقي. عايز أتكلم معاك كلمتين. وفيتي هكلمك واجيلك هرنلك تنزليلي. يومك زي الفل. سلام. اه حبيبي هي غنى، ما نزلتليش هطلع اجيبك من شعرك. مريم. طيب غريبة. طيب يا يحيى مش عارف اعمل ايه. اديني بقى الليمت الصغير لحسن، وحشني قوي. انا اللي قلقني
إن فريدة داخلة على الجو ده جامد قوي وفجأة وبدون أي مقدمات. يعني لو هي داخلة على الموضوع ده واحدة واحدة ما كنتش هقلق، إنما الموضة بتاعت الدروس الدينية اليومين دول مش مريحاني. ما هي برضو معذورة، هي كانت حتى حامل كبير جدا على موضوع الحمل ده يعني. يا حبيبي أنا عارف ومقدر والله، علشان كده لا عايز أمنعها ولا أضايقها، لأن أول حاجة هتيجي على بالها إن مستكتر عليها إنها تريح نفسها وبالها بكلام ربنا، دي حاجة. الحاجة التانية بقى والأهم، ودي السبب اللي مخليني أجي لحضرتك مخصوص النهاردة، أنا غالبا مسافر في شغل بره مصر، مش عايز ألاقيني جيت بعد فوات الأوان ولاقي حد يكون غسل لها مخها ويكون ده في غيابي. ثم تجيب من الآخر وتقول لي إن أنت جاي لي أساسا عشان أخد بالي منها وقت سفرك زي كل مرة. دي مسألة مفروغ منها عالمي، أنا حبيت بس أرسيك على الوضع اللي أنت داخل عليه علشان ما تتفاجئش. لا اطمن بلاش، أنا من كتر اللي أنا شفته في الدنيا وفي الشغل ما بقاش في حاجة تفاجئني. سافر أنت واطمن بس بلاش. حبيبي عالمي حبيبي. يا عيني يا عيني على الحب، امال انا ما بينوبنيش حاجه من الحب ده ليه؟ يا خبر، هو انا اقدر؟ ده انت الحب كله. الحب كله يا قونطجي. الودوده دي كلها وروسكو في روس بعض، شكلها مش مريحني، خصوصا لما ختمت ببص الراس دي. الظاهر يا عالمي ماما بقت خبره زينا من كتر عيشتها معانا. ايوه، وعشان انا بقيت خبره برضه مستنيه ترد على سؤالي وتقولي كنت بتتودود انت وابوك في ايه؟ مش هتسيبك.